انا بنتي يعني توفاها الله، بس هي طفله عندها 11 سنه، بس هي ماتت منتحره او بفعل سحر الله اعلم، لانها ما كانش فيها اي حاجه خالص، لا ضيقه ولا زعل ولا اي حاجه. انا نمت بحيث لقيتها متوفيه. عفوا، كانت بلغت ام لم تبلغ؟ لم تبلغ. ايوه طيب. فدلوقتي يا شيخ انا ازمتي ان انا عايشه حياتي ليل ونهار 24 ساعه، كل لما انام احس ان انا هصحى على حد من ولادي ميت، ومش عارفه اعيش خالص يا شيخ. انا الحمد لله يعني بعبد ربنا والحمد لله وبقرا قران وكل حاجه، بس مش عارفه اخلص. هذا من عمل الشيطان، خلاص قدر الله ما شاء فعل، واطمئني الى ان المقدر سيكون. والله يقول في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. خلاص اهدئي ولن يصيبك ولن يصيب أبنائك وبناتك إلا ما كتبه الله لك، ولا يغني حذر من قدر. الحمد لله رب العالمين. طب هي يا شيخ ربنا كده ده سوء خاتمة ليها يعني، ولا والله يعني إن شاء الله نرجو الله لها الرحمة، لأنها لم تبلغ، لم تبلغ والقلم مرفوع عنها. نرجو الله لها الرحمه، نرجو الله. اصل انا قريت يا شيخ في ان بيقولوا مش لازم الحيض، ممكن يكون في علامات بلوغ اخرى، ده صحيح؟ العلامه الاشهر والتي عليها اكثر العلماء الحيض. جزاك الله خيرا يا شيخ، جزاك الله خيرا. وياك.